مرحبا بكم من جديد. إذن في حكايتنا بالنسبة لليلة عائلة مصرية رغم مشاكلها كانت يعني فيها نوع من التوافق في وسطها، إلا أنها باش تحصل فيها جريمة بشعة. باش نلقاو السيدة الزوجة في هذه العائلة وأمها مقتولين. شكون اللي قام بهذه الجريمة في حقه؟ تم إلقاء القبض على الجاني أول ما دخلت الشرطة للدار. قلت لك بالأمارة قعدوا في مسرح الجريمة ولم يغادر مسرح الجريمة. بعد معاينة مسرح الجريمة ورفع كل الأدلة الجنائية وسلاح الجريمة اللي كان مشرط طبي، عرفتوا مشرط طبي اللي استعملوه الطب في العمليات، اكتشفوا المحققين أن الجاني في هذه الجريمة هو أحمد طليق أسمى. كيفاش؟ بشوية بربي المحقق، مش قلت لنا الحياة مستقرة في السعودية والعائلة واللي فيها ثلاثة صغار والكوبل ما عادش تصير بيناتهم مشاكل كي قبل؟ هاي وقت اشتلقوا هيا وجيك موقلنا للمشاكل قلت بيناتهم الاثنين، وكانوا يروحوا لمصر في العطل باش أسمى وامها يزوروا خوها وعمامهم وباش أحمد كيف كيف يزور عائلته. هذا الكل حتى 2022. عامتها سيد أحمد جاب أمه وأبوه وأخوته بحذاه للسعودية باش يعملوا عمرة، ومنها شوفوا داره ويشوفوا وين عايش وكيفاش عايش. أم أحمد ما عجبهاش الوضع برشا، كنت حاسة أنه ولدها عايش نوعا من الحياة المرفهة وأنه اللي مستمتع بهذه الحياة المرفهة هي أسماء وأمها، وبدأت تفتعل في المشاكل معهم. مش معناها أمها هي تعيش مع ولدي أنا، وش بيني أنا ما نعيش معهم مثلا. هي الحقيقة ما كانتش تعرف أنه أسماء هي اللي جابت أحمد للسعودية وهي اللي كانت سبب باش وضعهم المادي يتحسن. وزيدك زيادة أسمى كانت تصرف أكثر من أحمد على الدار والصغار وقرايتهم وسفراتهم، لكن أم أحمد كانت تجهل كل هذا وكانت تتصور أن ولدها قايم كل شيء. من نبزة لنبزة كبرت المشاكل، وصلنا لحد أنه أم أحمد هي زيادة اعتدت بالضرب على أسمى. في إحدى الأيام أم أسمى جات تحز في العركة بين بنتها وحماتها، ودخل سيد أحمد. هلا دخلته سيتوجه بالضرب المرته وبش يضرب حماته. بوني تتسبب لها في كسر على مستوى الأنف. مرة هذه أسمى بعد ما أحمد ضرب أمها قررت تمشي تثبت حالة الاعتداء بتقرير طبي وقدمت فيه بلاغ في السعودية. بالك عاد في السعودية في الحكاية هذية شنو اللي يخوف؟ مش يخوف العقاب ولا يحطوه في الحبس، الغير السعوديين يروحوا بيهم يوسقوهم البلدانهم اللي يتشكي بيه كذا، أب تثبت عليه حكايه لا يقعد يكسر راسه ويوقفه ولا يعمل له درا شنو التزام، يقول له ويا شلقيتك وما لقيتك وشد بلادك. كيف كل مره احمد باش يرجع يعتذر ويطلب السماح ويقول لي هو باش يتصلح وهذه اخر مره. المره هذه الحقيقه أسمى شهدت صحيح، هم امها ما حبتش، امها اللي كلت بونيا وتكسر خشمها لا أساس باش ما سامحوني في الكلمة ما تخربش دار بنتها. طلبت من بنتها تسامح، قالت لها اسمع يا بنتي أنا مسامحته أما ران يكها ويزي ما عادش نسكن معاكم باش نرجع نروح على روحي لمصر، وأنا مسامحته وانتي سامحه وهني على روحك. وكان ذلك كذلك، رجعت أم أسمى لمصر، بقات أسمى وأحمد وصغارهم في السعودية، لكن كما كل مرة ترجع حليمة لعادتها القديمة ورجع أحمد لنفس الصنعة، ضرب إهانة غير مفرطة شك، حتى كيف يشوفها تسلم على الحارس تاع العمارة يكبر النهار. غير هكا امتنع أحمد على أنه يشارك في مصاريف الدار، هما كانوا متفاهمين أنه فما تناصف في المصروف، لكن بعد العركة اللي صارت بين أمه ومرته ما عادش يصرف، لا يخلص كري لا يصرف على الصغار
لا على قرايتهم، ما فما مساعدة في حد شيء. عقاب الأسماء مالش نوى، مش أنت قلت لأمي اللي أنت طلعتني للسعودية وما غيرك ما كنت نجم نعمل شيء، هيا وريني توا كيفاش باش تعمل. أي آخر زيارة لأحمد وأسماء لمصر، أعمامها المرة هذه تدخلوا بحزم، ساعة قابلوه بكل برود مش ما نقولش بكل تشحير، أكثر من هكا، بقرار جماعي من العائلة فرضوا عليه أنه يطلق بنتهم. وبالفعل هذاك اللي صار، أحمد طلق أسماء، أسماء رجعت مع أمها للسعودية، كريت دار جديدة وسكنت فيها هي أمها وصغارها الثلاثة، حاجة اللي عمرها ما هي باش تتعدى لحم. بالنسبة لي انفصاله على مرته وبعده على صغاره مش بسبب تصرفاته، لا لا لا، ولا إهانته لمرته أبدا، كيفاش؟ ولا تعنيفه، يعني ليش؟ كيف عليه على التعنيف هو مثلا واحد يطلق؟ لا ماله؟ قال الكل بسبب أمها. هذا المرض المجتمعي عنا منه برشا، عاد كما أحمد هذا تبارك الله عاد تغلط، اللي ما يعرفوش تحملوا المسؤولية اي حاجه تصير لهم في حياتهم، مش هما دي ليه الاخر هو المسؤول، ام وبوه مرته حماته، وانت شنو ملايكه ما شاء الله. قال امها هي اللي كبرت المشكله بعد ما هو ضربها، وهي اللي خليت عمامها يفرض علي الطلاق ويبعدوني على صغاري. هذيك علاش بعد الطلاق ورجوعهم زوز للسعوديه، خاطر هو زاد كان عنده عقد، وقلت لك بما انها طيحت عليه الشكايه اللي كانت باش تقدمها بما ما رحلوهش في السعوديه، بالتالي كان عنده الحق انه يرجع. فكان كل يوم يمشي لها المكان خدمتها في مكه، يبدا يسيح ويعيد، يتعرض لها في الشارع، يمشي لها للدار كيف كيف، يضرب في الباب مش يدق باش تحله، ويهز صغاره عنوه. عاشت أسماء وأمها في رعب وإحراج كبير من تصرفاته، وكان عندها إحراج خاصة من الجيران اللي تشكيوا من الموضوع، ديما حسكم وانتم طالع، ديما سياحكم، ديما عرككم، ديما كذا، لدرجة أنه مولى العمارة اللي يسكنوا فيها باش ينبه على أسماء، قال اسمعني يجب قولك، إذا راو جات شكى منك واحد آخر من الجيران راو تعطيني المفتاح وتقصد ربي. 5 سبتمبر 2024، أسماء كانت راقدة هي وصغارها وأمها في الدار، سمعت ضرب على الباب كأنه واحد باش يخلع الباب، هي في العادة عارفة شكون وما تحلش خاطر تعرف اللي هو أحمد، لكن المرة هذه دق في الفجر وخافت من تهديد الطرد، قالت لك والله لا، ما أول ساعة من الصباح يجيني مولى الدار يقول لي أخرج من الدار، خافت من تطريده ومن الفضيحه اللي باش يعملها، هذاك علاش حلت له الباب. بالوقت من غير كلام ولا سلام، احمد بدا يوجهها في طعنات، شدها من شعرها اضربها على وجهها السعر. قامت هي تصيح وتعيط، ومع صياحها قاموا الصغار وامها، خرجت لهم تجري للجار باش يعاونها، لكن وقتها احمد كان من خلال هالمشرط الطبي اللي عنده طعن أسماء عدة مرات في أكثر من مكان قدام أولادهم. جات أم أسماء والجار، أول ما شافها أحمد شدها من يدها، دخلها للدار، سكر الباب، سيجار قعد مزبهل سيوجه لها هي زادة سلسلة طعنات حتى اللي ما عادش تتحرك، ويخليها هي وطليقته جثث هامدة، ويقعد يتفرج فيهم في الصالة. أول ما جت الشرطة تم استجوابه، أحمد قال اللي هو قتل زوجته أمها عقابا ليهم على خاطر انفصلت عليه وحرمته من صغاره كما قال. وإحنا نحكيه في تفاصيل هذه القضية، أحمد ما زال رهن الإيقاف حتى تنطلق جلسات محاكمته،
بالنسبة للصغار تم وضعهم في واحدة من دور الرعاية حتى تكتمل الإجراءات الكل ويتم تسليمهم لعائلة والدتهم. جريمة تفاعل معها الرأي العام السعودي والمصري على مواقع التواصل الاجتماعي، والناس الحقيقة طالبوا بتسليط أشد العقاب عليه وهو الإعدام. أكثر من هكا، رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعائلة أسمى اتهموا أم أحمد أنه هي سبب البلاء. هذاك علاش تم إعلان في تصريحات صحفية أن السلطات السعودية ألقت القبض عليها بعد انتشار أنباء على تحريضها لولدها ضد المجني عليهما. وإحنا في انتظار المحاكمة باش نشوفوا هل ستحاكم الأم مع ولدها بتهمة التحريض وإلا لا، وماذا سيكون مصير أحمد. وأول تنطلق المحاكمة وشوفوا تفاصيلها، نرجو نعطيكم النتائج متاحة. نستنى تعليقكم على هذه القضية المؤلمة الجديدة، تعليقكم على هذه النهايات التعيسة اللي ولات موجودة عنا بكثرة، في خاصة في موضوع الطلاق. لا يزي معناتها ما طلاق، ولا يزي ما يوفاش طلاق، يوفى بجريمة وما تفهمش عليش، أو تفهم عليش ولكن شيء لا يستوعبه العقل، أنه ناس تعتبرك هو طلاق معناها نهاية الحياة، يقتل شكون مرته وما صيرهوش باش يكون، مصير صغار وش باش يكون، في هكا نزعة متاع غش ينهي مصيره، مصير مرته ومصير صغاره، خاطر حتى كان نقزوها باش يكونوا مرضى نفسانيين حياتهم الكل. نستنى إذن تعليقكم على هذه القضية الجديدة، ونمشي لجزء من التعليق اللي جانا في الحلقات الأخيرة، ومنهم الخاتم الملعون أشهر القضايا العالمية. ضحكتني وفاة كي قالت خاتم ملعون ولا منحوس، كان جاي في تونس راو قالوا هي منحوسة مش الخاتم. المهم سي حمزة بربي يجعلنا القضايا التونسية والعربية، العالمية تحسها ما تمسناش برشا كما قضية عربية. وهو كذلك نحاول نخدم أكثر على قضايانا العربية، وإن شاء الله قريبا راجعين للقضايا التونسية وخاصة للقضايا التي لم تعرض من قبل. نمشي إلى تعليق على المحقق تريندينج، لماذا أوقف كمال المغربي صاحب البراد عمر، اللي يقول يا ربي طهر البلاد من المشعوذين والدجالين والمتحيلين ومن الرقاة باسم الدين، نطالب السلطة بإيقافهم ومحاسبتهم مثل الذين يروجون للفاحشة والرذيلة على التيك توك، يقول عمر. شكرا لكم جميعا على متابعتكم وعلى تعليقكم، نستنى أكثر تعليق على كل فيديوهاتنا، على أمل لقائكم قريبا، قلكم دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.